الخليج، هلا بكأس الخليج وكل الضيوف. هيك الطير كاتب عالجناحين. تستمر البصرة بحملاتها الترويجية لبطولة خليج 25 عن طريق المهرجانات، ومنها مهرجان الشعر الشعبي الأول الذي ضيفته كلية الكنوز الجامعة بحضور رئيس الاتحاد الكابتن عدنان درجال. لكم على هذا الحضور المميز، شكرا للدكتور أسامة العبادي لكلية الكنوز الجامعة حقيقة على إقامتها لهذا المهرجان وهذا الدعم الكبير اللي نقدمه لخليجي 25. شكرا للشعراء الشعبيين والقامات الكبيرة الحقيقة اليوم اللي أتحفونا بشعرهم الجميل وكلماتهم الراقية. طبعا شكر كبير لكل الطلبة الحضور اليوم اللي كانوا هم ما يقول لك ملح هذه الاحتفالية بتفاعلهم الكبير مع شعرائنا الشعبيين الكبار. فالحقيقة هذا الدعم الكبير اللي تلقاه من قبل الأخوة في كلية الكنوز الجامعة ومن بقية الفعاليات الاجتماعية اللي موجودة في البصرة بالتأكيد راح يكون إلى تأثير إضافي كبير على نجاحنا في تحقيق النجاح في هذه البطولة اللي يتمناها الجميع إن شاء الله. في هذا المهرجان الشعري الكبير، المهرجان الطلابي لدعم كأس الخليج في البصرة، البصرة تستحق منا كل الدعم. البصرة هي بصرة الخير، بصرة العطاء، بصرة الكرم، بصرة الجود، بصرة الشجاعة والكرم، وهذا ما يميز محافظة البصرة. شكرا لكل الشعراء الذين حضروا في هذه الفعالية الكبيرة، شكرنا لكل من يدعم البصرة في هذا المحفل الكبير، المحفل الكروي الدولي العراقي بنسخة 25. بهذه الأبيات الشعرية التي تغنت بحب الوطن والمواطن، سجلت منصة الشعر في الكلية ترحيب كبير في الأشقاء العرب في البطولة الخليجية. ما أكلناها الرخيصة البايتة للغير عفناها، وشبعنا حجار شي يدرون بينا عثوق وطقونا وجردمنا ومسحناها. بأيام العسر مو هسه وقت الخير، من كانت الخبزة بروح جبناها وطلعنا نصيد وتدرينا ويحسها نجيس، وصدناها وطبخناها ونطيناها. عراقيين الغيرة العدنة بالتكوين، وجوههم ضاف كنا مراية معرسين. الفاضل ألف تحية إليك والقناتك الجميلة. البصرة اليوم وحال العراقيين فرحانين جدا بهذا العرس الرياضي أو الحدث الرياضي، الكرنفال الرياضي. إن شاء الله البصريين والعراقيين قلوبهم مفتوحة قبل بيوتهم. فألف تحية لك ولكل السادة المشاهدين. بوجودي بالبصرة خصوصا بهذا الوقت، وقت إقامة خليجي 25، التنظيم كان رائع. البصرة تنبض بالحياة، محبين يعشقون الأدب يعشقون الفن، وهي ثغر العراق الباسم أكيد. كلهم كرم، أشكرهم على حفاوة الاستقبال وهذه الجامعة كلية الكنوز. مهرجان الشعر الشعبي الأول الذي أقامته كلية الكنوز الجامعة واحد من النشاطات الترويجية لبطولة الخليج القادمة التي تنتظرها الجماهير العراقية والعربية. لقناة سامراء الفضائية، ماجد الصقر، مدينة البصرة.